السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم السبت يا شباب 16/4/2022، 15 رمضان 1443 هجري. نحن الآن بسوق البقر في بشمارون، ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد. يعني بقرة مثل هاي يا شباب، الله يبارك بكم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، صارت 700 دولار عند أخونا أبو صلاح. هنا بقرة كفالة 18 كيلو، بيها تنقص بواحد من شطورها، يعني واحد من شطورها ينقص شوي. كفالة 18 كيلو، مو أخوي أبو صلاح، هذا أبو صلاح ضيعناك. حي الله بعدي، الله يحفظ، الله يسعدك. كفالة 18 كيلو، هنا وإن شاء الله معروضة للبيع. يعني فيها عشر. اي نعم. اللهم صل، الله يجزيك الخير يا ابو صلاح، الله يسعدك، الله يبارك في عمرك. دي طيب العلام، يعني ايوه شايلته البطن الثالث نظام باذن الله، ثالث بطون. اي نعم شايلته الثالث. اي جوعانة شوي يعني، بس صلاح بيع 10 بيع 10. اي نعم شايل على كلام الله يا معلم. اللهم صل على محمد. وفي عليها بازار يا شباب، في عليها بازار اليوم، الان جماعه عم يسومونها. اشتريها ب 700 وطالب عليها 800، يعني ما هالسوم العالي. اخونا ابو صلاح ان شاء الله انسان عنده مصداقيه ان شاء الله. اي نعم اخذها ب 700 ودلالتها وطالب 800، يعني طالب 800 يبيعها تحت ال 800. بدايه عشر و 18 كيلو حليب، شطر من الشطور ذرتها ينقص شوي، وصاغ سليم باقي ما تبقى. عليها بازار عم يتشاوروا عليها. شو عم يصير عندك يا علام؟ ايش قد صارن؟ 525 دولار الجوز ولا الوحده؟ الجوز 525 دولار. ايوه 525 200 بكير. لا تعطوا علام دلاله، لا تعطوا. حمزة غالي. الله يسعدك. 25 كيلو كفالة. هنا 40 يوم لقاح وراها عجل. والسودة؟ والسودة 28 حليب. 28 هنا وراها شنو؟ وراها عجلة. هنا سمنتر. ما شاء الله تبارك الله. هاي البضاعة يا شباب، اللهم صل على محمد. بقرتين، واحدة وراها عجل واحدة وراها عجلة. شقد كفالة حليب السودة؟ السودة 27 28. نعم والبيضة خمسة. شقد طالبين بهن؟ هنا 18800 يا شباب بالسودة و 1750 بالبيضة، وعجولهن زينات والله، كبار شوي. هنا هذا العجل كبير، العجلة صغيرونه. هنا ما شاء الله 18.5 نبيع. هنا اللهم صل على محمد. هنا اللهم صل على محمد. موجودة عند أخونا جلال علام. يعني هاي البضاعة يا شباب موجودة عند أخونا علام، السوم 2000 ها، والفصل مو مشان ما يظن إنه مثلا إنه قالوا 17.5 الشباب إنه يبيعون تحت، لا فصلا 17.5 18 هنا فصل، يعني منهيات. هذا بعناه ب 275 دولار. 275 دولار. 75 دولار ودلالته. دلالته شقد؟ دلالته 100. اي نعم 100 ليرة تركي. أهم شيء ال 100. أهم شيء ال 100. بدنا ناكل خبز وناكل لحم، شو نسوي؟ ايه. هاي باع أخونا علام ب 500 دولار. مو 500 أبو. 500 دولار صارت بكيرة لحم. شقد وزنها تقريبا؟ ما توزنت؟ وزنها فوق 3.5. اللهم صل. ليش بعد لحم؟ والله عالية ونشطة ما شاء الله، رشقة ما شاء الله. وزنها 350 ما شاء الله، عالية ورشقة. ليش انباعت بلحم؟ يعني بيها عذر يعني؟ ما بيها. صاغ سليم، رشقة وعالية يا شباب والله زين. ابو عدي ناديلي، يا ناديلي بس تقول لك قرب علي، قرب علي يا ابو عدي.
أنا ما أحكي عليك، أنا أحكي على الغشاش. الغشاش. إيه نعم. أي أنت ما أنت لك غشاش زعلت. لا. أنت تعرف إنه سوق البقر قلة المصداقية فيه أكثر من سوق الغنم. صح. إيه سوق الغنم في أحسن شوي يعني أقل شوي. لا. لا لا مو حي الله محمد الله الله يسلمك بس يا ابو عدي يا ابو عدي انا قلت كلام غلط شيء عداني العيب ولا الله يحفظك الله يسعدك طبعا يا شباب احنا لما نقول في غش بسوق البقر وسوق الغنم وفي ناس غشاشة وفي ناس تكذب يعني ما نقصد الكل يعني اكيد الاغلبية على خير والناس بها خير والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال هلك الناس فهو اهلكهم اكيد الاغلبية الساحقة من التجار والمربين ناس ولد حلال وصادقين وعندهم مصداقية ولكن احنا نتكلم عن حالات يعني موجودة حالات ما حد يقدر ينكر انه فيها غش بسوق البقر وفيه سوق الغنم يعني ما حد يقدر ينكر هذا الامر يعني احنا نقصد الناس اللي تغش مس اما الشباب اللي نصور عندهم والله جماعة يعني احنا ما نختار الا الناس اللي عنده مصداقية والناس اللي عنده مع المعلومة الدقيقة اهلين اخوي بدر شلونه الله يسعدك شلون السوق اليوم شلون شقد اللحم قام ينباع $3 ما طلع شيء فوق $3 ايه 10 سنت او هيك شيء يعني إيه. بالنسبه للبكيره ايش قد اللحم $2 وربع لازم من الدولار وربع تحت الله يسعدك صار في تحت الفحل نعم $500 $5.5 نعم يعني هلا بتشيل نعم هوستال اللهم صل على الوجه هنا عم يندفع بيها 500 5.5 هذا يكون 500 هذا 500 لفرم ما حرم هذا المهر يعني القصاب يعني ما يصير من غلاء العلف يعني ايش بده الوقت الله المستعان بكيره تحت الفعل يا شباب جاهزه للتلقيح يعني شوف على هالحلاوي نعم 5.5 خمس تنباع اي نعم قام يشتريها القصاب يدفع بيها 5 اي نعم اي نعم هذا لهم 5 يا شباب هاي عند اخونا عبده اي نعم ابو معاذ نعم كويسه والله القصاب اعطونا فيها 500 القصاب دفع بيها 500 ماني عم احسن بمسكها اي نعم هنا صار فتطلب الفحل صار في هلا بدنا فحل لو في فحل هنا والله ها عم تنط والله والله طيب يعني تدري هاي هنا بتاخذ الفحل الله يجزيك الخير يا ابو معاذ مثل هاي العجله صغيرون يا شباب يعني تو صارت $110 اي والله يعني بالنسبه للعجلات الصغار هاي يعني وسطيه صارت $110 اللهم صل على محمد يعني هاي البضاعة الموجودة اليوم بالسوق هذا سوق البقرة اليوم يا شباب لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد تابعونا حتى نغطي لكم السوق بشكل كامل طبعا يا شباب مثل ما ذكرت لكم بضاعة سوق البقر يعني محدودة العجلة صغيرة العجل اللحم الحليب ما في غيرها يعني اي نعم وهاي الاسعار بالنسبة للحليب اليوم الكيلو عفوا اللحم كيلو لحم العجل $3 هنا من الثلاثة وتحت أطيب شيء $3 يعني اللي يوزن 500.5 طن ينباع $3 وانت نازل وبالنسبة للحم البكيرة $2.25 وانت نازل هنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله يجزيكم الخير يا شباب ويسعدكم ويبارك بكم